اهلا بحضراتكم من جديد. شرفني نورني النجم الكبير مالديني الكره المصريه الكابتن كبير ومدرب الاهلي السابق وصاحب بطوله 2013 كاس افريقيا الغاليه على قلوب كل الاهلاويه النجم الكبير الكابتن محمد يوسف. منور يا كابتن. كابتن ميدو اهلا وسهلا بيك ومنوره طبعا بيك ومبسوط ان اكون معاك النهارده ومع جمهور النادي الاهلي طبعا وشاشه قناه النادي الاهلي بيتنا طبعا. اكيد اكيد وكل الناس مبسوطه ان انت موجود وكل الناس مستنياك. الله يخليك. وعايزين يعرفوا اخبارك. اكيد الحمد لله تمام موجود في يعني استراحه كده شويه بعد تجربه بتروجيت وان شاء الله يعني في اكتر من عرض كده موجود بره مصر لسه بدرسهم بقى لانهم في نهايات الدوريات فبشوف كده هتبقى يعني زي احتمال يعني ان شاء الله اوافق على احد العروض انه يبقى دراسه للفرقه وفي نفس الوقت امتداد لموسم قادم يعني فلسه ما خدتش قرار بس يعني ان شاء الله خلال الايام القليله القادمه دي ناخد قرار فيهم يعني. الاريح لك نفسيا ايه؟ الشغل جوه مصر ولا بره مصر؟ والله طبعا الاثنين بتستفيد منهم يعني بس طبعا الشغل بره مصر في مجهود اكتر بقى عندك درجة صعوبة شوية بالنسبة غير لما بتبقى جوه مصر من خلال طبعا ثقافة اللاعبين كل دولة بيبقى ليها ثقافة انا كان ليها تجربة في العراق والحمد لله كانت عملت اسم كويس جدا هناك فكانت شاقة جدا في اول مرة لكن تاني مرة كنت يعني في خبرات بقى سابقة تعامل اللاعبين البيئة هناك الدوري حفظته طبعا وحفظت اللاعبين في الدوري والماتشات الملاعب بتلعب فرق بره وجوه فبتبقى عارف برضه الشغل بره بيديك خبرات كبيره برضه ما اقدرش انكر ان في مصر ليها بريق خاص برضه الشغل في اكتر من مكان بيديك خبرات كويسه وبتقدر ان انت تعمل طرق تجرب طرق اكتر من طريقه بالنسبه للتاكتكس بتاعتك بالنسبه للشغل المباريات ف انت عارف كمدرب محترف بتشتغل تحت ظروف مختلفه يعني اكيد يعني اكيد هنتكلم في التدريب مش هسيبك انا طبعا انت مدرب كبير يعني لا لا مش كنت عايز اتعلم منك شويه بس انت سبتني في الاخر لا لا قول لي امتى بتفتكر نفسك وانت لاعب كره في النادي الاهلي بفتكر نفسي لما اكون لاعب كوره وانت لاعب كوره في نادي الاهلي امتى الاوقات دي بتقعد تفتكرها لا بقعد طبعا كل مرحله من المراحل اللي قضيتها في النادي الاهلي ليها طعم خاص ليها مذاق خاص خصوصا انا دخلت النادي الاهلي كان عندي 11 سنه فكنت صغير في السن يعني دايما بقول ان احنا عشنا فتره اللي هي البراعم ثم فتره الناشئين والشباب كنا محظوظين لان كان كل الكوره في النادي الاهلي زمان فتره الثمانينات كانت في النادي الاهلي في الجزيره بعد كده عملوا بقى مدينه نصر ونقلوا قطاع الناشئين في مدينه نصر لكن احنا كنا محظوظين لان احنا كنا بنشوف القدوه بتاعتنا قدام عينينا يوميا احنا كنا نخلص تدريب وما كناش نمشي من النادي كنا نفضل قاعدين نتفرج على الفريق الاول يوميا مش احنا بس يعني مثلا الناشئين تحت 12 الناشئين تحت 14 الناشئين تحت 6 كل الناشئين بيقعدوا يتفرجوا والشباب ويخلصوا ويقعدوا يستنوا تمرين الدرجه الاولى الساعه 3 العصر عشان يشوفوا النجوم الكبيره بقى كان يعني انا طبعا ما انساش طبعا نجوم الثمانينات بقى الكابتن محمود الخطيب وكان الكابتن اكرامي والكابتن ثابت البطل الله يرحمه والكابتن طارق ابو زيد والكابتن مصطفى عبده والكابتن ماهر همام يعني مش عايز انسى طبعا ناس يعني خايف انسى ناس ممكن يكونوا نجوم كبيره كابتن ربيع ياسين بس انا لحقت بقى كابتن ربيع ياسين لعبت مع كابتن ثابت بس انا فاكرهم يعني كان وطي صوتك يا ابني واحنا داخلين كان وطي صوتك الفريق الاول موجودين لعيبه في الدرجه الاولى موجودين ليهم رهبه وطي صوتك مش وطي صوتك يعني ما حد يتكلم مثلا بصوت عالي ولا كده وكان الاوض بتاعتنا كلها جنب بعض يعني فكانت أوضة الفريق الأول دي ليها الباب بتاعها كده ليه ومكتوب عليها يعني الفريق الأول فبقى كلنا كنا نبص واحنا صغيرين امتى هنطلع تدخلوا الأوضة دي ومين المحظوظ اللي هي
اللي هيجي له نصيب يعني يغير بقى في اوضه الفريق الاول يعني. فطبعا عشنا طبعا سنين جميله، بدانا نلعب دوري بقى يعني، بدانا انا اول مرحله سنيه لعبنا دوري 13 سنه، كان دوري رسمي بقى 13 سنه، كان مع كابتن وعب شافي، وكان يعني كنا على طول طبعا كقطاع ناشئين عاده في النادي الاهلي على طول بيفوز بالبطولات. انا افتكرش ان احنا خسرنا بطوله في قطاع الناشئين على مدار السنوات اللي لعبتها لغايه لما طلعت الفريق الاول سنه 89، ما خسرناش بطوله، بل كنا بنكسب يعني ممكن نتعادل مباراه في موسم كله ولا حاجه. فيعني كان ذكرى كويسه. اتمرنت طبعا في قطاع الناشئين مع الكابتن مفتي، مع الكابتن شاو عبد الشافي.